رئيس النادي الاجتماعي الأردني يقدمها السيد سين السيديين رئيس النادي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الصادق الأمين ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، الشيخ نايف بن حامد فاضل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار الأكرم، رؤساء الجاليات العربية والأجنبية، ممثلي الجاليات المحترمين، الإخوة الحضور، أحييكم أفضل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن أقف أمامكم اليوم وبالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن الهيئة الإدارية والهيئة العمومية للنادي الاجتماعي الأردني في محافظة ظفار بأن يكون لنا شرف تنظيم بطولة الجاليات العربية والأجنبية تحت شعار عمان تجمعنا، عمان المحبة والوئام. على هذه الأرض، أرض سلطنة عمان الحبيبة، فشكراً لأصحاب هذه الأرض الطيبة على ما قدموه لنا ونحن نعيش عليها بكل أمن وأمان. وهذا يدل على عراقة شعبها وحكمته قائدها جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه. أيها الحفل الحضور، لقد أقيمت هذه البطولة تزامناً مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالأعياد الوطنية بعيد الاستقلال 77 وزواج ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله على الأميرة رجوة الحسين. وبهذه المناسبات العزيزة على قلوبنا نرفع آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، وإلى كافة الشعب الأردني بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأن يعيده على جلالته بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب الدعوات. أيها الحفل الكريم، اليوم ونحن نحتفل ونعيش ختام بطولة الجاليات تحت شعار عمان تجمعنا لعام 2023، والتي شارك فيها 9 فرق ممثل بالجالية الأردنية منظم البطولة، والجالية اليمنية، والجالية السودانية، والجالية العراقية، والجالية الصومالية، والجالية الهندية، وجالية بنغلاديش، بالإضافة إلى بنك مسقط وبنك عمان العربي. تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تنافست جميع الفرق فيما بينهما تنافسا شريفا، وقد تأهلت 4 فرق لدور نصف النهائي ليشهد منافسة قوية ليصعد فريقين للنهائي، فريق الجالية السودانية وفريق الجالية اليمنية، وأتمنى لهم التوفيق. أيها الحفل الكريم، نحتفل ونبتهج ونختم هذه البطولة بنسختها 5 بسطور ناصعة سطرتها أياديكم، وبذلتم الجهود المضنية وواجهتم الصعاب
والتحديات لتحقيق أفضل إنجازات للخروج من هذه البطولة، لنقطف ثمار هذا الجهد لما قدموه اللجنة التنظيمية والجاليات العربية والأجنبية، فلهم مني كل الاحترام والتقدير. كما أتوجه بالشكر إلى كل الفرق المشاركة بهذه البطولة الكروية، وأؤكد أنه لا يوجد بين هذه الفرق مهزوما، فالكل فائزا، سيما وأن الهدف من هذه البطولة هو الخروج بروح الود والاحترام وتقوية العلاقات الأخوية بين الجاليات بعيدا عن المكسب والخسارة. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أقدم بالشكر الجزيل إلى الشيخ نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة ظفار الأكرم، على تفضله في رعاية البطولة. كما أشكر مجمع السلطان قابوس الشباب للثقافة والترفيه على احتضان هذه البطولة على ملاعبه، فلهم منا كل التحية والاحترام، ممثلة بالمدير العام موسى القصابي، والشكر موصول إلى عمان تل الداعم الرسمي لبطولة الجاليات العربية والأجنبية. عمان تجمعنا 2023، ممثلة بالشيخ محمد بن علي بيت علي عيسى، مدير عام ظفار للشركة العمانية للاتصالات عمان تل، وإلى الشيخ الشاعر عبد الله الرواس، وإلى الشيخ الفاضل سالم قطن أبو بندر، وإلى بنك مسقط وبنك عمان العربي وجميع الداعمين لهذه البطولة، شركة خدمة وشركة استراحات أبو بندر واللجنة المنظمة والحكام وشرطة عمان السلطانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.